يعني الحمد لله دائما وابدا على نعمه الامن والامان والاستقرار. ويمكن زي ما قالت بسنت، ما فيش راس مال غير لما يكون في استقرار، لان هو ده اللي دايما بيبحث عنه اي مستثمر. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الملف الامني والقضاء على الارهاب من الكاتب الصحفي فتحي سليمان، مسؤول الملف الامني بموقع القاهره 24. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا بسنت، صباح الخير يا مصر وجميع الساده المشاهدين. اهلا بيك استاذ فتحي. يمكن زي ما تابعنا التقرير، كان التقرير بيتحدث على اهميه العمليات الاستباقيه اللي قامت بها الاجهزه الامنيه في دحر الارهاب. ازاي العمليات دي قدرت اللي هي تحقق نوع من انواع الاستقرار الامني في الشارع المصري خلال الثمان سنوات الماضيه؟ خلينا نبدا واقول لحضرتك بدايه من مقدمه زميلتنا بسنت اللي قالت فيها ان مفيش اي دولة في العالم بتستثمر او اي صاحب مال بيستثمر وبيدخل فلوسه وبيطمن على فلوسه الا لما يكون في امن قوي. احد تثبيت اركان الدولة المصرية كان عودة الامن والاستقرار. دولة 30 يونيو ارست مبادئ كتير جدا، منها مبادئ تثبيت اركان الدولة الامنية والاستراتيجية الامنية اللي بدأت بحقوق الانسان و إعادة الأمن إلى قوته، عودة الأمن بقوة من خلال الضربات الاستباقية اللي حصلت للقضاء على الإرهاب وإنهاء فترة الانفلات الأمني التي عقبت أحداث 2011. خلينا نقول لحضرتك بداية تطوير الملف الأمني عكفت عليه وزارة الداخلية خلال الثمان سنوات اللي فاتوا من خلال تطوير شامل للاستراتيجية الأمنية. بدأت في المرحلة الأولى بالقضاء على الإرهاب والتضحيات العظيمة بالاشتراك مع رجال الجيش. صحيح. في التضحيات اللي قدموها سويا كتفا بكتف في سيناء وفي كافة أنحاء المحافظات المصرية، وقدم وزارة الداخلية عدد كبير جدا من رجال الشرطة الشهداء. بعد المرحلة الأولى وهي القضاء على الإرهاب، بقي على وزارة الداخلية أن تستمر في التطوير الأمني وتطوير الاستراتيجية الأمنية. لذلك خليني أقول لحضرتك بعض الأرقام على سبيل المثال. يعني هناك نحو 200 منشأة شرطية جديدة تم إنشائها في وزارة الداخلية لمواكبة التطور الاقتصادي والتنمية التي تحدث في البلاد. هذا النهج اللي انتجته وزارة الداخلية من خلال تطوير وإنشاء منشآت شرطية جديدة لتقديم وتسهيل الخدمات للمواطن في كافة المناطق والمحافظات المختلفة، وأيضا تماشيا مع المدن الجديدة والحالة الاقتصادية التي تحدث في البلاد. خلينا أقول لحضرتك كمان الفترة الأخيرة وزارة الداخلية طورت نحو 600 منشأة شرطية تم تطويرها بشكل كامل. وحضرتك أكيد عرضت وكما ذكر التقرير، المنشآت الشرطية اعتمدت النموذج الموحد. دلوقتي النموذج الموحد لأقسام الشرطة في كافة المحافظات وكافة المدن بتلاقي شكل موحد لأقسام الشرطة. هذا الاستراتيجية برضو كان ضمن 30 دولة 30 يونيو. المظهر الحضاري والنموذج الموحد ده كان بعد 30 يونيو تم اعتماده، وحاليا بقي منه القليل. كمان عندنا في سياسة التحول الرقمي في وزارة الداخلية لتيسير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، جوازات، أحوال مدنية، مرور، بتلاقي تحول إلكتروني، تحول رقمي. طبعا زي ما حضرتك هنتكلم عن التحول الرقمي بالتفصيل، لكن حابة أتكلم في نقطة مهمة جدا خدنا بالنا منها ولبسناها في الشارع المصري. زي ما اتكلمنا عن ملف الإرهاب، عايزين نتكلم عن الملف الجنائي. كان في انفلات أمني، كان في يعني طبعا احنا شفنا ناس اللي هربت من السجون، كل الكلام ده قبل 2014. ازاي الدولة زي وزارة الداخلية قدرت ان هي تسيطر على الانفلات الأمني ده؟ ازاي انا النهارده قادرة انزل شغلي من غير ما ابقى خايفة، قادرين نخلي الأولاد يروحوا المدارس من غير ما يبقى في خوف، في استقرار وأمن في الشارع المصري، ازاي ده حصل؟ بالظبط. طبعا يعني عايز اقول لحضرتك الأمن المصري استعاد عافيته مرة أخرى بدعم رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعم الكامل لعودة الأمن. ده كان أحد أهم أسباب يعني استعادة الأمن لعافيته في الشارع المصري. انتشار الأمن وإعادة تأهيل الأمن وكوادر الأمنية والمناهج الجديدة التي تم طبعا يعني تمت في أكاديمية الشرطة لإعادة وتأهيل وتدريب الطلاب ورجال الشرطة والدورات التدريبية التي تحدث بين الحين والآخر في الأمن العام
وفي كافة أجهزة وزارة الداخلية، كل ده كان أنتج عنه عودة الأمن بشكل كامل 100%. المواطن المصري يشعر بالأمن في كافة الشوارع. أيضا الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية اعتمدت على الانتشار الأمني المكثف، الأقوال المتحركة والكمائن المتحركة والثابتة في كافة الأماكن والشوارع والميادين. ده خلى المواطن المصري يشعر بالطمأنينة وهو ماشي، خلى المواطن المصري يشعر بأن هناك أمن في كل مكان. صحيح. الأمن الجنائي في مصر تحقق بنسبة 100%، لسبب لأن طبعا كان أحد أهم الأسباب القضاء على البلطجة ومواجهة ومداهمة البؤر الإجرامية في كافة الأماكن. شفنا بؤر السحر والجمال اللي ليها عشرات السنين موجودة، زي بؤرة المنزلة وبحيرة المنزلة اللي داهمها ثلاث وزراء داخلية دخلوا فيها وألقوا القبض على مئات البلطجية ومئات الخارجين عن القانون وتجار المخدرات. شفنا كمان بؤر زي الجعافرة، كوم السمنة، بؤر كتير جدا، البلابيش في سوهاج، الجعافرة وفي قنا، عدد كبير جدا من البؤر الإجرامية تم مداهمتها والقضاء على الخارجين عن يعني هو التأكيد فكرة مداهمة يعني هذه البؤر الإجرامية والقضاء على يعني كل هذه البؤر الإجرامية بيأكد أن مصر دولة قانون ولا أحد فوق القانون بشكل عام. ويمكن خلال السنوات الثمانية الماضية قدرنا ان احنا نحقق نوع من انواع الامن والامان اللي بيشعر به المواطن، اصبح بيمشي في اي وقت في اي ساعة متأخرة حتى في الشارع وهو بيشعر بامن وامان. بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي فتحي سليمان مسؤول الملف الامني بموقع القاهرة 24.